الرحيم. نكمل التطبيقات المتعلقة بالمعادلات التفاضلية من الرتبة الأولى. نأخذ التطبيق الأخير في هذا الموضوع في موضوع التطبيقات، وهو موضوع fluid mechanics أو الميكانيك الموائع. مثل ما نعرف بمادة الميكانيك، هناك إذا تحرك سائل داخل أنبوب معين، داخل بايب معين، تتولد قوة لزوجة في داخل السائل المتحرك داخل الأنبوب. قوة هذه اللزوجة تتناسب طرديا مع سرعة السائل داخل الأنبوب، وتتناسب طرديا مع المساحة التماس أو المساحة السطحية المحيطة بالسائل، وتتناسب عكسيا مع ارتفاع أو قطر الأنبوب الذي يتحرك عنده السائل داخل الأنبوب. وتعتمد أيضا هذه القوة على طبيعة السطح أو المادة المصنوع منها السطح للأنبوب، الذي يعبر عنه بمعامل اللزوجة. فبالتالي من خلال هذه العلاقات، سرعة السائل والمساحة السطحية ومعامل اللزوجة وارتفاع أو قطر الأنبوب، يمكن أن نستنتج العلاقة التالية التي تربط قوة السائل أو قوة اللزوجة مع هذه المتغيرات. طبعا المعادلة، هناك اشتقاق لهذه المعادلة، احنا ليس بصدد الاشتقاق، وإنما احنا نتطرق إلى المعادلة بصورة مباشرة. المعادلة هي متعلقة باللامينار فلو، بالجريان الخطي أو الرقائق للسوائل. القوة المتولدة تساوي معامل اللزوجة مضروبا في المساحة السطحية في مقدار ما يسمى بالـ dV over dr، أو مقدار ما يسمى بالـ velocity gradient، مقدار التغير في سرعة السائل داخل الأنبوب. إذا لو ننتبه، القوة تتناسب طرديا مع معامل اللزوجة، وطرديا مع المساحة السطحية، وطرديا مع معدل سرعة السائل داخل الأنبوب. اللي يمثل لي إذا كان السائل يتحرك في داخل الأنبوب، فالفيلوسيتي جريديانت هو مقدار التغير في سرعة السائل داخل الأنبوب. يعني مثل ما نعرف أنه سرعة السائل في طرفي الأنبوب تساوي صفر، أما سرعته في منتصف الأنبوب فتكون قيمة محددة، أما في الأطراف فتكون قيمة سرعة السائل تساوي صفر. فإذا قوة اللزوجة المتولدة تساوي ميو معامل اللزوجة مضروبا في المساحة السطحية في velocity gradient، مقدار التغير في سرعة السائل. هاي المعادلة راح نعتمدها في التطبيقات المتعلقة بحساب قوة اللزوجة لسائل يتحرك داخل الأنبوب. فلنأخذ تطبيق ونشوف هذه التطبيقات وكيف يتم استخدام المعادلة. Consider a fluid moving to a uniform cylindrical pipe. لو افترضنا أنه هناك سائل يتحرك داخل أنبوبة أسطوانية قطرها الداخلي inside diameter 2A، القطر الداخلي 2A، نصف القطر هو A، وانتبه الكروس سكشن في نصف القطر الداخلي A. طبعا هي أنبوب، الأنبوب به نصف قطر داخلي وبنصف قطر خارجي اللي يمثل لي سمك الأنبوب،
هذا مثل لجسمك الأنبوب، والأي مثل لنصف قطر الداخلي للأنبوب، فنصف قطر الأنبوب الداخلي هو أي، فقطره هو 2A. length equal L، طول الأنبوب L. طبعا يجب أن يعطينا طول الأنبوب لأنه نحتاج نحسب المساحة السطحية، المساحة السطحية للسائل اللي تحت الأنبوب، نحتاج أنه نحسب المساحة السطحية كما نذهب بالقانون، هناك ما يسمى بالأي اللي عبر عنها surface area والarea of contact. assuming pipe full of fluid، لنفترض أنه البايب ممتلئ بالكامل بالسائل، يعني لا يوجد فراغ، يعني البايب full of fluid. and that the hydrostatic pressure on the intake or inlet and outlets ends of the pipe are P0 P1. الضغط الهيدروستاتيكي في مدخل السائل مقداره P0، بالإنلت مرات تسميها الانتيك، إنلت هو نقطة دخول السائل، والأوتلت هو نقطة الخروج السائل من الأنبوب. فمقدار الضغط الهيدروستاتيكي في نقطة الدخول P0 وفي نقطة الخروج P1 على التوالي. Determine the velocity of flow as a function of the coordinate R. المطلوب أن نشتق أو نحدد أو نجد علاقة ما بين سرعة الجريان كدالة من نصف قطر الأنبوب اللي راح نفترضه R، لأن R variable، R متغير، لأن نصف قطر الأنبوب الداخلي قلنا A، أما R فهو عبارة عن حساب علاقة ما بين الـ velocity ولأي قيمة من الـ R، فلذلك الـ velocity راح تكون as a function of R، velocity as a function of R، يعني الـ velocity gradient هي dV over dr، الـ velocity gradient هي dV over dr، وبالتالي السرعة تتغير، سرعة السائل تتغير مع تغير نصف قطر الأنبوب، يعني عندما يكون R equal 0 الفيلوستي تكون finite محددة، يعني الفيلوستي في المد center of pipe قيمة محددة له، أما الفيلوستي عندما يكون R equal A يعني عندما على تماس مع سطح الأنبوب الفيلوستي تكون صفر. هذا عبارة عن boundary condition يمكن أن نستفاد من عنده لحساب أو لتحديد ثابت التكامل للسيارة. إذن المطلوب أنه نحدد سرعة أو نحسب أو نحقق معادلة تربط ما بين سرعة الأنبوب مع نصف قطر الأنبوب. أوكي. طبعا هذا direction of flow، هذا direction of flow، هذا اتجاه حركة السائل، هذه نقطة الانلت وهذه نقطة الاوتلت، شوف هذا محور اكس بهذا الاتجاه. طبعا ال P نوت هنا نعبر عنه نقطة دخول، نقطة دخول السائل، فهنا نقطة الدخول يكون البريشر بي نوت، وقت الهيدروستاتيك بي نوت بوزيتيف، اما نقطه الخروج فنعبر عنها الضغط الهيدروستاتيكي بي 1 اللي تكون اشارته سالبه، الضغط هنا موجب في نقطه الدخول وسالب في نقطه الخروج، هذه نحتاجها لان بعدين نصل عندي حاله الستيدي ستيت، يعني steady state يعني time equals 0 steady state تكون عندي معادلة توازن للقوى المتولدة والضغط المتولدة أثناء حركة السائل داخل الأنبوب. فحتى نوجد هذه العلاقة ما بين سرعة السائل ونصف قطر راح نفترض أنه عندنا فد element على مسافة R، نأخذ element هذا element دائري الكروس سكشن على مسافة small r، يعني نصف قطر، نصف قطر هذا الإليمنت هو small.